السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتور محمد أبو السعود. إن شاء الله النهاردة هنبتدي بارت 2 من السيرفيس أريا أند فوليوم اللي هو ليسون 35. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بارت 1، اتكلمنا فيه في السيرفيس أريا أند فوليوم عن بريزم، وقلنا فيه إن إن الفوليوم بتاعة البريزم عبارة عن البيز أريا حسب الشكل اللي هو الموجود. وقلنا الشكل ده ممكن يبقى ترانجل اللي هو هاف باي بيز باي هايت، ممكن يبقى ايه اللي هو ايه ريكتانجل اللي هي لينث باي ويدث، ممكن يبقى سكوير اللي هو سايد باور 2 ايه ملتبلاي الهايت. المهم بيز اريا ملتبلاي ايه الهايت. وقلنا في حاله الكيوب اللي هي الفوليوم هو ايه اس باور 3 على طول، وقلنا في ايه في حاله الايه السيرفيس اريا بتاعه الكيوب اللي هو ايه عباره عن ايه 6 فيسز، فبنقول 6 ملتبلاي الاريا بتاعت الايه السكوير اللي هي ايه اس بار 2، تمام؟ اللي يبقى ايه السيرفس اريا بتاعت الايه الكيوب 6 اس سكوير. ده الكلام ده قلناه المره اللي فاتت، السيشن اللي فاتت، تمام. هنبتدي بقى بارت 2 عندنا ان شاء الله النهارده، اللي هو بيتكلم بقى عن السلندر والسفير، تمام؟ ماشي. هنشوف بقى مع بعض بالنسبه لايه للسلندر، ماشي، اند سفير. ناخد حاجه حاجه. السلندر، السلندر عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيركل، والسيركل الاب سيركل الداون سيركل، اوصل بالتو سيركلز بايه؟ ايوه تو ايه لاينز كده، تمام. فبيبقى اول حاجة حاجة اسمها ايه اللاترال اريا، اللي هي ايه اللاترال اريا اللي هي عبارة عن ايه؟ لو انا خدت ايه السيركل دي اعتبرتها شكل ريكتانجل عبارة عن لينث تايمز ويدث، تمام. يبقى ايه لو السلندر دي السلندر دي اعتبرتها شكل ريكتانجل فهتبقى اللينس باي ويتس. طيب اللينس ده اللي هو ايه اللي هو البيز اللي هو عباره عن ايه السيركمفرنس اللي هو 2 باي ار ملتبلاي ايوه الهايت، يبقى 2 باي ار تايمز الهايت اهي ده ايه نعمل زوم عليها اكتر، ده اسمه ايه اللاترال اريا. يبقى اللاترال اريا اللي هي ايه لو بصيتها من على الجنب هبصها على شكل ايه ريكتانجل لينث تايمز ويدث، واللينث عندي ده السيركمفرنس بتاعت السيركل اللي هو 2 باي ار، ها، والويدث عندي اللي هي الهايت، يبقى 2 باي ار اتش على طول، يبقى 2 باي ار اللي هي السيركمفرنس بتاعت السيركل ملتبلاي الهايت، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه اللاترال اريا. يبقى اللاترال اريا اللي هو ايه؟ ابص على الجنب هيبقى مدياني شكل ايه؟ ريكتانجل لينث باي ويدث 2 باي ار تايمز اتش، تمام. السيرفس اريا ككل، تمام، يعني ابص لها من على الجنب اللاترال اريا والاب والداون، يعني فوق وتحت. طيب فوق وتحت عندي اريا سيركل فوق واريا سيركل تحت، فباي ار سكوير فوق وباي ار سكوير تحت، يبقى كام باي ار سكوير كام سيركل؟ 2، واحده فوق واحده تحت، يبقى 2 باي ار سكوير، لان باي ار سكوير بوتوم وباي ار سكوير اب، يبقى كده ايه؟ يبقى 2 باي ار سكوير. طب واللاترال اريا 2 باي ار اتش، يبقى 2 باي ار اتش بلس 2 باي ار سكوير. ده ايه ده؟ ده السيرفس اريا للسلندر ده كله. يبقى تاني انا عندي دلوقتي السلندر اللي هي زي الكنز بتاع الايه المشروبات اللي بتيجي تنزل تجيب اي كنز، ماشي، فبيبقى ايه بيبقى عامل ايه بالشكل دوت، ايه سيركل فوق سيركل تحت واوصل بيه. لو بصيتها من الجنب اللاترال اريا هيبقى شكل ايه؟ هيبقى عامل شكل ريكتانجل، ريكتانجل لينس تايمز ويدث، فايه اللينس عندي ده اللي هو 2 باي ار اللي هو السيركمفرنس اوف ذا سيركل 2 باي ار، والويدث عندي هنا تبقى ايه الهايت اتش، يبقى 2 باي ار اتش، ده اللي هو اللاترال اريا. طب السيرفس اريا كله بتاعت السلندر هو عباره عن 2 باي ار اتش اللي انا لسه قايلها اللي هي اللاترال اريا بلس ايوه الاريا بتاعت البيز والاريا بتاعت التوب، فهنا اهوت ايه هتبقى كام؟ باي ار سكوير، وباي ار سكوير يبقى 2 باي ار سكوير 2 باي ار سكوير، تمام. طيب نيجي بقى للفوليوم، زي ما قلنا في البريزم كنا بنقول ايه بيز اريا ملتبلاي الهايت، تمام. البيز اريا ايوه هو اريا اوف سيركل، الاريا اوف سيركل اللي هو باي ار سكوير ملتبلاي الهايت، باي ار سكوير بيز اريا ملتبلاي الهايت، يبقى يعتبر ايه ده تكمله للجزء اللي فات بتاع بارت 1 اللي اتكلمنا فيه على البريزم. اتكلمنا النهارده ايه؟ بنتكلم اول حاجه عن السلندر، تمام. يبقى الايه الفوليوم هو عباره عن بيز اريا اللي هو عباره عن اريا اوف ايه سيركل هو باي ار سكوير ملتبلاي ايه الهايت، تمام. وقلنا الايه اللاترال اريا اللي هي شكل الايه ريكتانجل اللي هي 2 باي ار ايوه لينث، والويدث اللي هو الهايت،
تمام. بعد كده اتكلمنا على التوتال اريا تاني اللي هو 2 باي ار اتش اللي هي اللاترال اريا، بس الاريا بتاعت البيز والاريا بتاعت التوب اللي هو باي ار سكوير تحت وفوق يبقى 2 باي ار سكوير. تمام ماشي الكلام لغايه كده تمام يا جماعه؟ ماشي اوكي، ده شرحناه كده اهوت ان ديتيل. ماشي نيجي بعد كده، ماشي اهو ايه ده الكلام ده كله اهي السيركمفرنس اللي انا شرحتها اللي هي ايه شكل ايه اللي انا بقول اللي هي ايه ده عامله شكل الايه ايوه ريكتانجل اهو اللي هو 2 باي ار ماشي اللي هو ده ملتبلاي هايت ده السيركمفرنس اوف ذا بيز اللي هو 2 باي ار اللي هي مجالنا اللاترال اريا 2 باي ار ملتبلاي هايت. تمام مظبوط كده ماشي، وده الاريا بتاعت البيز اللي تحت والاريا بتاعت البيز اللي فوق باي ار سكوير وباي ار سكوير فده 2 باي ار سكوير عشان اجيب التوتال سيرفيس اريا للسلندر. تمام نيجي بعد كده السفير ماشي، يبقى دي الرولز ايه هنحتاجها ونحل عليها مسائل دلوقتي. ماشي ناخد بعد كده السفير. السفير هو عبارة عن set او ايه of all points على ايه equidistance from a given ايه point، يعني ايه يعني في point على مسافة منهم اللي هي السنتر بتاعت السفير هي ايه دي set of all points على ايه على equidistance على مسافة منهم، يعني لو وصلت ايه هنا وهنا وهنا هيبقى ده الريديوس، اي بوينت من السنتر للايه للسفير هتبقى دي الريديوس، فهي ايه على ايكوي ديستانس على مسافات متساويه فروم ايه جيفن بوينت كولد ذا سنتر اوف ذا ايه سفير كولد ذا سنتر. تمام المهم اللي يهمني بقى ايه السيرفس اريا بتاعت السفير، شويه الرولز دي اللي احنا بنحتاجها واحنا ايه في المسائل. السيرفس اريا اوف ذا سفير اللي هي 4 باي ار سكوير، يبقى دي لازم نكون ايه تمام عارفينها 4 باي ار سكوير، يبقى السفير عباره عن ايه 4 باي ار ايه سكوير، يبقى السيرفس اريا 4 باي ار سكوير. الفوليوم 4 اوفر 3 باي ار كيوب، يبقى الفوليوم اوف ذا سفير 4 اوفر 3 باي ار ايه كيوب باور 3 يعني. اما التوتال سيرفس اريا اوف هيمسفير، هيمسفير يعني نص الايه السيركل نص السفير، نص هيمي يعني نص السفير ماشي، فنص سفير عباره عن ايه 3 باي ار سكوير. ليه؟ لان هي عباره عن اريا بيز اللي هي عباره عن ايه سيركل واريا بتاعه الايه تعتبر من فوق ده اللي هو ايه الابر دي، فالابر دي اللي هي تبقى ايه اللي هي تبقى كام هتبقى المفروض هنا اهوت طبعا هيبقوا 2 هيبقى 2 باي ار سكوير. تمام فيبقى 2 باي ار سكوير وباي ار سكوير اللي هو اريا اوف بيز فهيديني ايه 3 باي ار سكوير. يبقى انا ايه بنتكلم دلوقتي هنا اهوت ان ايه ان التوتال سيرفس اريا اوف هيمسفير كلها على بعضها 3 باي ار سكوير، 3 باي ار سكوير اريا اوف بيز تمام، وبعدين الاريا بتاع ايه ايوه بتاع الجزء ايه اللي فوق دوت اللي هي النص ايه السيركل، نص السيركل انا عندي دي اللي هي كلها السيرفس اريا 4 باي ار سكوير فنصها تبقى 2 باي ار سكوير صح ولا لا؟ نصها 2 باي ار سكوير والاريا بتاعت البيز اللي هي اريا اوف سيركل باي ار سكوير تبقى 3 باي ار سكوير. يبقى ايه بتتقسم حاجتين اريا اوف بيز اللي هي باي ار سكوير اللي هي هيمسفير هيم باي ار سكوير واريا بتاعت الايه الهاف بتاع الايه بتاع السيرفس اريا، الهاف بتاع السيرفس اريا اللي هي هاف ال 4 باي ار سكوير 2 باي ار سكوير، 2 باي ار سكوير والبيز باي ار سكوير يبقى 3 باي ار سكوير على طول. تمام يبقى انا كده ايه يعني ايه هوضحها في ناس ممكن تكون مش ايه مش متخيله الحكايه. ادي دي وليكن دي ايه سفير هنشيل منها الجزء ايه ماشي ده تمام كده نصها وبعدين هنلاقي البيز اهو عمل لي ايه البيز ده عمل لي ايه ايوه ماشي وهي سفير فالبيز ده سيركل تمام فالسيركل دي ماشي الاريا بتاعتها هنا باي ار سكوير وايه والسيرفس اريا ايوه السيرفس اريا نصها 2 باي ار سكوير ما هي ايه السيرفس اريا بتاعت السفير كلها باي ار سكوير يبقى دي ايه الايه يبقى السيرفس اريا بتاعت الجزء اللي فوق ده 2 باي ار ايه سكوير اللي هي جت منين نص الباي ار سكوير اللي هي 4 باي ار سكوير اوفر 2 4 باي ار سكوير اوفر 2 اللي هي تبقى 2 باي ار سكوير. طيب يبقى ما اخد الاثنين دول مع بعض يبقى ده اسمه التوتال سيرفس اريا، يبقى التوتال سيرفس اريا اهي الصم بتاع الاثنين دول اللي هو باي ار سكوير و2 باي ار سكوير ده بلس ده يديني 3 باي ار سكوير. فهمنا ليه جت منين ايه 3 باي ار سكوير؟ لان هي عباره عن اريا بتاعت البيز
بلس الاريا بتاعت الايه الهيمس السيرفس بتاعها الجزء اللي فوق، فالسيرفس بتاعها اللي هي النص ال 4 باي ار سكوير تبقى 2 باي ار سكوير، وايه والبيز باي ار سكوير يبقى 3 باي ار سكوير. يبقى على طول انا بقى هنا بفهمكم بس، لكن على طول في الاكزام على طول تبقى حافظين الرول ان هي التوتال سيرفس اوف اريا اوف هيمسفير 3 باي ار سكوير، والسيرفس اريا بتاعت السفير ككل 4 باي ار سكوير، الفوليوم بتاعت السفير 4 اوفر 3 باي ار اي كيوب. تمام، هنا بس ايه انا بقول ان دي التوتال سيرفس اريا عباره عن ايه، دي عباره عن الصم بتاع الاثنين دول مع بعض، ماشي، الصم بتاعت ايه ده بلس ده ده بلس ده، ماشي، 2 باي ار سكوير وباي ار سكوير. تمام، يبقى ايه احنا اتكلمنا دلوقتي قبل ما نخش على الاكزامبلز، اتكلمنا ايه، قلنا في سلندر وفي سفير، ده التوبيك ايه اللي هو ايه بارت 2 من ايه السيرفس اريا والفوليوم، ماشي، ليسون 35. تمام، سلندر اتكلمنا عن السلندر، قلنا في حاجه اسمها لاترال اريا اللي هي عامله شكل الايه، اه ده ما ده سلندر، بس اما تبص لها من على الجنب هتبقى عامله لي شكل ايه، ايوه ريكتانجل، اللي هي ايه عباره عن ايه لينث تايمز ويدث 2 باي ار، ده اللينث والويدث اللي هي هايت، يبقى 2 باي ار تايمز اتش، لينث باي ويدث يبقى 2 باي ار تايمز الاتش، يبقى اللاترال اريا 2 باي ار اتش. تمام، بعد كده التوتال اريا باخد اللاترال اريا اللي هي 2 باي ار اتش لينس باي ويتس، والاريا بتاعت الايه التوب والاريا بتاعت البيس، ماشي، اريا اوف بيس باي ار سكوير، واريا اوف توب باي ار سكوير يبقى 2 باي ار سكوير، اهي 2 باي ار سكوير بلس اللاترال اريا اللي هي 2 باي ار اتش، يبقى ده اسمه التوتال اريا بتاعت الايه او التوتال سيرفس اريا بتاعت السلندر اللي هي 2 باي ار اتش اللي هي ايه اللاترال اريا بلس باي بلس 2 باي ار سكوير. تمام، الفوليوم بتاع السلندر عباره عن بيز اريا تايمز هايت، طب والبيز اريا عباره عن اريا اوف سيركل اللي هي باي ار سكوير ملتبلاي ايه هايت، يبقى باي ار سكوير هايت على طول. تمام، نيجي ده الفوليوم اوف سنتر، نيجي بعد كده اتكلمنا عن السفير، وقلنا السفير في حاجه اسمها السيرفس اريا اوف ذا سفير 4 باي ار سكوير، وبعد كده اتكلمنا عن الفوليوم اوف ذا سفير اللي هي 4 اوفر 3 باي ار باور 3. تمام، بعد كده اتكلمنا عن التوتال سيرفس اريا وقلنا عباره عن 3 باي ار سكوير، وشرحناها ليه جت منين 3 باي ار سكوير مش 2 باي ار سكوير، لان ايه ده الجزء بس ده من غير البيز اللي هي 2 باي ار سكوير، انا عاوزها بالبيز لان توتال، فبالتوتال هتبقى ايه بلس باي ار سكوير تديني 3 باي ار سكوير. تمام، خش بقى على الاكزامبل على طول عشان ايه نبقى فاهمين ايه الدنيا ايه ماشيه ازاي. بس ايه بس في نقطه برضو ايه قبل ما نخش على الاكزامبل نوضحها بالنسبه للسفير، ماشي، السفير دي عامله زي ايه زي البطيخه، ماشي، جيت تقطعها هنا اهوت من الوسط او الكوره، ماشي، جيت تقطعها من ايه من عند السنتر، فدي تبقى اكبر سيركل موجوده فيها، لو عملنا كات ماشي من عند السنتر كده انت خدت اكبر ايه سيركل موجوده في ايه في السفير او في البطيخه، ماشي ماشي. نيجي بعد كده لو انا قطعتها من فوق، ماشي، يبقى ديت ايه عامله ايه سيركل عاديه، ماشي، سيركل، ماشي، لو انا قطعتها بس مش كبير مش كبيره، يعني اكبر سيركل اللي هي السيركل لما اقطع من ايه من السنتر ناحيه السنتر، اهي ده السنتر، لو قطعت من ناحيه السنتر يبقى اديتني اكبر سيركل موجوده في ايه في السفير. طيب لو انا قطعت من اي حاجه من اب او من داون هنا اهوت هتديني سيركل. تمام، لو انا قطعت من عند البيز، ايوه هنا اهوت هتبقى بوينت. تمام، اهي من عند البيز دي تبقى بوينت. تمام، او البيز دي تبقى بوينت. تمام، ده بلين بيقطع، ماشي. يبقى دي انواع اكبر سفير اللي هي ايه السفير جريت سيركل، سوري جريت سيركل اللي هي ايه البلين اللي عمل انترسكت مع السفير ات سنتر. تمام، بتاع السفير، ماشي، وفوق وهنا ات ايه ات البيز بتاعها اللي هي بوينت. ماشي، اكزامبل بقى نشوف هنا بيقول لي الفوليوم اوف ذا سلندر، طب يا ترى نبقى عارفين الفوليوم اوف ذا سلندر، ها، باي ار سكوير اريا اوف سيركل، تمام، ملتبلاي هايت يبقى باي ار سكوير اتش. تمام، المهم ات رايت قال لي الفوليوم ده هو 225 باي، تمام، كيوبيك انشز، وات از ذا دايمتر اوف ذا بيز، وعاوز اجيب الدايمتر اوف ذا بيز اوف ذا سلندر. تمام، اوكي، الدايمتر اصلا اللي هو عباره عن ايه؟ ايوه دي سيركل، فالدايمتر 2 راديوس، الدايمتر 2 راديوس. تمام، اوكي، نعمل بقى ايه الرول، انا عندي الباي هكنسل ايه الباي، والهايت بكام؟ ماشي، خلينا الاول نكتب باي ار سكوير، الهايت بتاعها بكام؟ ب 9 ايكوال 22 225 باي،
هنلاقي الباي كنسلت الباي ونعمل ديفايد ايه 9 تمام يبقى ار سكوير ايكوال 225 اوفر 9 عشان نجيب ايه الار سكوير تمام. طيب انا كده دلوقتي خلاص انا ايه اقدر اجيب الار الروت بتاعها روت 225 اوفر 9 لان دي ار باور 2 هاخد الايه الروت فهناخد ايه ادي روت نعمل فراكشن جوه الروت نحط فيه 225 اوفر 9 تمام هتديني 5. طيب كده يبقى الدايمتر بكام؟ ما هو بيسال عن الدايمتر. الدايمتر هتبقى 2 ملتبلاي الار يبقى 2 ملتبلاي 5 الار لسه يبقى هنا 5 اهي يبقى 2 باي 5 يبقى ايه 10 يبقى كده ايه الدايمتر بتاعها هيطلع بكام؟ ب 10 اللي هو ايه الدايمتر او ذا بيز او ذا سلندر بتاعي تمام يا جماعه ولا لا؟ تمام. نيجي الاكزامبل اللي بعديه ماشي. هنا بيقول لي the figure at the right is a cylinder 12 feet ماشي height it's capped by a hemisphere ماشي في hemisphere اهي with radius of 4 feet radius بتاعها 4 feet what is the volume of the figure. طيب ال volume بتاعة ال figure عبارة عن حاجتين volume of cylinder plus volume of a hemisphere طيب ناخدها من ناحيه الرول ماشي الفوليوم اوف ذا سلندر باي ار سكوير اتش تمام اللي هي بيز اريا اللي هي سيركل باي ار سكوير ملتبلاي ايه الهايت طيب تمام نيجي بقى الفوليوم ماشي بتاع الهيمي سفير ماشي عباره عن ايه 4 اوفر 3 باي ار باور 3 طب ده الفوليوم بتاع السفير دي كلها لا عاوزين هيمي يبقى ايه ملتبلاي الهاف نصها ماشي يبقى ايه احنا قايلين اهي الفوليوم بتاعت السفير كلها 4 اوفر 3 باي ار كيوب تمام 4 اوفر 3 باي ار ايه كيوب. طيب انا عاوز ايه الفوليوم اوف هيمسفير يبقى ايه الهيمي يعني نص نص المسافه نص الايه الحاجه دي يبقى هاف 4 اوفر 3 باي ار كيوب. طيب انا عندي دلوقتي ناخد بقى ايه الجيفن عندي بالنسبه عشان نقدر نحسب الفوليوم بتاع الفيجر الجيفن عندي بالنسبه للسلندر الهايت بتاعه ب 12 تمام والريديوس بتاع ايه السيركل البيز هنا اهوت ب 4 تمام يبقى الار ب 4 والهايت بايه ب 12 اهي الار ب 4 والهايت ب 12 يبقى نقدر نكتبها بس الار ب 4 يبقى باي 4 باور 2 ملتبلاي ايه 12 بلس هاف اهي زي ما هي وادي 4 اوفر 3 تمام كالكيوتر معايا على طول بقى نحسب باي ملتبلاي الريديوس طب الريديوس بتاعت الايه ايوه الهيمسفير نحاول نشوف كده الريديوس اوف هيمسفير اهي قايل لي قال لي كابتد باي هيمسفير ويز ريديوس اوف 4 فيت يبقى دي ار ايه 4 يبقى هنا 4 باور 3 اللي هي ار ب 4 باور 3 تمام على الكالكوليتر واحسب تمام يلا كده ايه نحسبها على الكالكوليتر تطلع كام المفروض ايه هناخد ايه باي كومن فاكتور واجي احسب ده من غير الباي على طول ماشي لو انا هجيبها ان ترمز اوف ايه باي يعني يطلع حاجه باي ماشي انا ايه هناخد ايه ادي 4 باور 2 ملتبلاي 12 بلس ماشي هنعمل ايه فراكشن نحط فيه 1 اوفر 2 ملتبلاي ماشي نعمل اوبن براكت نحط فيه 4 اوفر 3 4 اوفر 3 هنشيل الباي بقى خلاص ما الباي خرجتها بقى ملتبلاي 4 باور 3 4 باور 3 ماشي هنا اهوت كلوز براكت هيديني كام بقى هيديني 704 اوفر 3 باي 704 اوفر 3 ملتبلاي باي لو عملناها ايه اهي تايمز الباي بقى في الاخر اهي ديت عملناها دي باي شيفت الباي اهي هيبقى 7 هتديني كام 726 ابروكسيميتلي 326 تمام ولا مش تمام؟ هو عاوز ايه الفوليوم اللي هي 704 اوفر 3 باي اللي هي ابروكسيميتلي 326 تمام يا جماعه؟ ماشي عاوزين ناخد براكتس على الكلام ده اللي احنا ايه قلنا فيه النهارده الايه لو صغرنا شويه اتكلمنا فيه عن حاجتين عن سلندر وعن سفير عن سلندر رولز خدناها اهو لاترال اريا وسيرف توتال سيرفس اريا اللي هي لاترال اريا 2 باي ار اتش للسلندر 2
total surface area 2 by RH plus 2 by R square volume of the cylinder by R square H. تمام by R square ده الايه اللي هي الايه ايوه بيز اريا ملتبلاي الهايت. مش احنا قلنا زي البريزم زي السيشن اللي فات ايوه اللي هو ايه الليسون اللي فات على 234. تمام كنا خدنا في البريزم اللي هو بيز اريا تايمز هايت. فالبيز اريا هنا باي ار سكوير ملتبلاي الهايت. تمام واتكلمنا عن سفير قلنا في الايه السيرفس اريا 4 باي ار سكوير. تمام وبعدين اتكلمنا عن الفوليوم اوف ذا سفير 4 اوفر 3 باي ار كيوب ماشي باي ار باور 3 يعني. وبعد كده اتكلمنا عن التوتال ايه سيرفيس ايريا اوف هيمسفير اللي هي 3 باي ار سكوير. تمام وايه هناخد بقى ايه مور براكتس دلوقتي. تمام ناخد ايه براكتس بقى ايه نشوف مع بعض على الكلام ده. هنا اهوت ماشي اوكي اخد زوم بس عليها كده نمبر 1 اول اكزامبل اهو ماشي. هنا بيقول لي عاوز اجيبها كده. In the figure above, sphere is inscribed in a cylinder. يبقى sphere اتحطت جوه cylinder. So that the diameter of the sphere is the same as the diameter of the cylinder. يبقى الديامتر بتاعت الـ sphere same الديامتر بتاعت الـ ايه؟ الـ cylinder. نفس الديامتر بتاع الـ cylinder. قايل لي كده. ايه diameter of the sphere is the same as the diameter of the cylinder. And the height of the cylinder ماشي؟ ماشي. وايه وبرده اللي هي ايه نفس الكلام ال height of the ايه cylinder equal the height of the cylinder ال height بتاع cylinder. المهم what is the volume what is the value of volume of the sphere over volume of the cylinder. ماشي وعاوز يجيب volume sphere over volume ايه cylinder. طيب ال volume sphere يبقى دي شويه rules الاول لازم كنا عارفها 4 over 3 تمام by r power 3 تمام. والفوليوم اوف سلندر حد يقول لي بيز اريا تايمز هايت باي ار سكوير صح تايمز الهايت ماشي. وخد بالك ايه الهايت هو نفسه ايه الايه الدايمتر بتاع السلندر هو نفس الدايمتر بتاع ايه السفير. طيب الاثنين الدايمتر اساسا باتنين ريديس يبقى الهايت بتو راديوس لان الدايمتر تو راديوس وهنا الدايمتر بتو راديوس يبقى ايه تمام. اوكي يبقى انا كده دلوقتي اقدر اشيل الهايت بتاعت السلندر واحط بداله ايه تو راديوس تو ار يبقى ايه يبقى 4 اوفر 3 زي ما هي باي ار باور 3 زي ما هي ماشي اوفر باي ار سكوير تمام ملتبلاي الهايت اللي هي ايه تو ار. تمام هنلاقي كده مع بعض الباي هتكنسل ايه الباي تمام صح وايه تاني وهنلاقي ار كيوب وهنا ار كيوب هيكنسلوا بعض اهي في ار باور 3 فوق وفي ار باور 3 تحت. جت منين ار باور 3 تحت اهي ار باور 3 فوق اهي ودي ار باور 2 تايمز ار يبقى ار باور 3 يبقى ايه في ار باور 3 فوق في النيميريتور وفي ار باور 3 تحت في الدينومينيتور. كده هتبقى تديني كام هتديني 4 اوفر 3 فوق في النيميريتور تمام وتحت هتديني ايه 2 تمام. هنعمل ايه بقى هتنزل 3 ملتبلاي 2 ماشي يبقى 4 اوفر 2 تايم 3 ماشي هتديني كام سمبليفاي هتديني هنا اوفر 2 1 اوفر 2 2 تبقى تديني 2 اوفر ايه 3 تمام كده يا جماعه تطلع 2 اوفر 3 2 اوفر 3 بالاجابه ايه بي تمام لانه عاوز ايه what is the value of the volume of the sphere to the volume of the cylinder. تمام يبقى ايه يبقى احنا طبقنا rules بس مش اكتر قلنا مديني given ان الدايمتر of the sphere equal diameter of the cylinder equal the height of the cylinder تمام والايه والدايمتر اساسا باتنين radius فايه هو عاوز الايه الريشيو بتاعت ايه او الايه ال volume of the sphere divided the volume of the cylinder وال volume of the sphere 4 over 3 by r cube وال volume of the cylinder by r square h وال h عندي بايه given باتنين radius نقدر نشيل ال h ونحط بدلها 2 r ماشي وهنلاقي ايه r تايمز r سكوير بار كيوب تروح كانسل مع r كيوب واول باي تكنسل مع الباي بقت 4 اوفر 3 اوفر ايه 2 يبقى ال 3 تنزل تايمز في 2 فهنعمل سمبليفاي هتبقى تديني كام 2 اوفر 3 يبقى الاجابه بي. تمام يا جماعه نمبر 2 ماشي نعمل ايه كده اهوت نشوفها مع بعض اهي نقراها كلها. The figure above shows ماشي
the mechanical part in the shape of steel cylinder 8 inches. ماشي، ده الهايت بتاعه 8 inches انش هاي and 6 inches long. ماشي، وهنا ايه 6 inches long in diameter a hole with a diameter of 3. ايوه 3 inches، تمام، جوه 3 inches is drilled through the mechanical part. يعني ايه؟ يعتبر ايه؟ حفرنا جوه ايه زي هول او حاجه زي كده جوه السلندر بايه اللي هو ايه 3 inches، فبقى ده فاضي. تمام، the density of the steel is 490 اي بي اللي هي الويت اوفر ايه الفول. تمام، المهم وات از ذا ماس ماشي اوف ذا ميكانيكال بارت. يبقى الدنسيتي عباره عن احنا لسه قايلينها قبل كده، يعني الايه السيشن قبل كده اللي هو ايه عباره عن الويت. ماشي، السيشن اللي فات على طول، ايوه اتكلمنا فيه عن ايه الويت. ماشي، اللي هو ايه دوت اوفر الفوليوم. تمام، ده الدنسيتي، وعاوز ايه الماس. الماس يعني الويت اوف ذا ميكانيكال بارت تو ذا نيرست باوند، مديني الفوت ايكوال 12 ايه انشز. تمام، عشان ايه هنا كله ايه انش 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 ما عدا دي اللي هي ايه بالفوت، يبقى ايه فوت. تمام، يلا الويت عباره عن ايه؟ دينستي تايمز الفوليوم. تمام، اوكي ماشي، الدينستي عندي كام؟ ماشي، يبقى الويت الدينستي عندي 490، بس ده كيوبك ايه فيت، انا عاوزها كيوبك انشز. تمام، الفيت الواحد ب 12 انشز. تمام، يبقى ايه هعملها ديفايد. ماشي، ها ده المفروض 1 كيوبك فيت، يبقى ايه نشيل 1 كيوبك فيت ونحطها 12 كيوبك انش باور 3. تمام، يبقى كده بقت ايه البي ديت ماشي اوفر ها 1 كيوبك فيت، نشيل الايه ال 1 فيت ونحط بقى 12 انش باور 3، يبقى 12 بار 3 انش بار 3. كده انا عملت ايه؟ انا عملت الدنستي اهي اللي هي 400 إيه؟ خليتها كلها ايه؟ ايوه خليتها كلها انش بار 3. تمام، ملتبلاي الفوليوم بتاع ده، والفوليوم بتاع ده عباره عن ايه؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه الفوليوم بتاع السلندر، بنعملها سبتراكت الفوليوم بتاع الهول ده او الدريل ده اللي احنا حفرنا جواه دوت ايه؟ فما بقاش ايه كامل، بقى فيه هول او اوبننج اريا موجوده جوه ده. تمام، ها الفوليوم اوف ذا سلندر اللي هو عباره عن ايه باي ار سكوير تايمز اتش باي ار سكوير. طب ما نجيب، ممكن نجيب الار على طول، نحط الايه الريديوس بكام يا جماعه؟ هو ده ايه 6 انشز. تمام، ده اللي يعتبر الدايمتر. تمام، فايه الريديوس يبقى 3. ماشي، يبقى باي ار اللي هي 3 سكوير اتش عندي بايه ب 8، يبقى باي ار سكوير اللي هي 3 سكوير، لان ده دايمتر، ده الدايمتر، فالريديوس يبقى 3، يبقى باي 3 سكوير ملتبلاي الهايت، وده الهايت اهو يا جماعه اللي هي ايه 8 انشز ماينس، صح كده؟ ايوه كده. واحد يقول لي ايه خلاص نقفل البراكت وخلاص، لا ما في اوبننج اريا جو. ها نفس الكلام فوليوم اوف ايه سلندر برضه هنشيل منها ايه، ها ادي باي ار الايه ده، خد بالك ده دايمتر جوه 3 انشز. ايوه، يبقى ايه نصه كام؟ 3 اوفر 2. ماشي، عشان اجيب الراديوس، ما ده الدايمتر، يبقى الراديوس بتاعه 3 اوفر 2، الهاف بتاعه زي ما احنا قلنا الدايمتر هنا 6، هنا هيبقى الدايمتر هنا 3، يبقى الهاف بتاعه اللي هي ايه 3 اوفر 2 باور 2 اللي هي ار باور 2 ملتبلاي الهايت، ونفس الهايت اللي هي 8 ما اتغيرش. ماشي، بس كده نقدر ايه ده ملتبلاي ده كله، ده كيوبيك انشز، وده برضو ايه هيبقى فوليوم كيوبيك انشز. تمام، نحسبهم عشان ايه نطلع الانسر، نحسب كده مع بعض بالكالكوليتر. ماشي، نيجي هنا اهوت نحط الكالكوليتر، نقول 490 ماشي ديفايدد 12 باور 3. جت منين الباور 3؟ قلنا ليه؟ عشان هي ايه، هي كانت 1 فيت باور 3 فحولتها ل 12 ال 1 فوت ب 12 انشز، يبقى باور 3 هعمل هنا باور 3 باور 3 يبقى 12 باور 3 انش باور 3. ماشي، ملتبلاي اوبن براكت هنحط ايه فيها باي اهو ملتبلاي 3 باور 2 ملتبلاي 8 ماينس ايوه باي برضو. تمام، ملتبلاي اوبن براكت 3 اوفر 2 باور 2 3 اوفر 2 كلوز براكت سكوير ملتبلاي ايه 8. ايوه كده
ماشي close bracket وندوس ايه equal هتديني 245 over 16 byte. طب انا ما عنديش حاجة زي كده، ادوس sd هتبقى 48.1 يبقى approximately to the nearest طبعا ها تبقى 48 تمام يبقى approximately 48 يبقى الإجابة ايه سي. تمام يا جماعة ولا لا؟ تمام ماشي ماشي. نمبر 3 ماشي، تعالوا نشوف نمبر 3 مع بعض كده. مديني اتنين سلندر، سلندر ايه ماشي طويلة شوية، الهايت بتاعها ايه 2h والراديوس r، وسلندر ايه عريضة شوية الراديوس بتاعها ايه 2r والهايت h. تمام ده i وده دبل r. المهم the figure above shows two cylinders. The height of the cylinder I is twice ماشي اهي twice 2h the height of the cylinder double I. تمام and the radius of the cylinder double I is twice the radius of cylinder I. تمام المهم if the volume of the cylinder I الفوليوم بتاع ال I دي عبارة عن 45 by cubic inches. What is the volume of cylinder double I وعاوز الفوليوم بتاع ال double I بكام؟ يطلع بكام؟ ماشي in cubic inches. طيب ما الفوليوم بتاع السلندر دبل اي بدل ما اقعد ايه نعمل كو اتش مارك دي هنقول اللي هي باي ار سكوير تايمز الهايت. ماشي الريديوس عندي ايه؟ باي ار سكوير الريديوس ب 2 ار سكوير ملتبلاي الهايت. تمام هنبتدي ايه؟ ال 2 سكوير تبقى 4 ماشي 2 سكوير 4 هتبقى باي ار بار 2 هايت. ده ايه ده؟ باي ار بار 2 هايت اللي هي ايه الفوليوم اي. لا الفوليوم اي ايه 2 اتش ناقصه فيها حاجه. الفوليوم اي يبقى لازم اجيب ايه 2 اتش ها. يبقى هعمل ايه؟ هخلي ال 4 دي 2 بره و 2 جوه. تمام يبقى ايه نخليها 2 بره و 2 جوه 2 تايمز 2 بحيث اخليها باي ار سكوير 2 اتش. فاهمين انا عملت ايه؟ تاني ايه الحته دي؟ بحيث انا ايه انا قلت ده الفوليوم انا جيفن عندي الفوليوم اي كام 45 باي. فال 45 باي يبقى انا ايه هحاول اوصل دي اللي فيها نمبر ملتبلاي ايوه اللي ايه الفوليوم بتاع الاي نمبر ملتبلاي الفوليوم بتاع الاي. تمام دي ما كانش الفوليوم بتاع الاي ان هي باي ار سكوير اتش. لا هي الفوليوم بتاع الاي باي ار سكوير ملتبلاي 2 اتش الهايت هايت هنا 2 اتش. فانا عندي دلوقتي دي 4 اللي خرجت بره ماشي اهي خليتها 2 تايمز 2 فبقت باي ار سكوير ملتبلاي 2 اتش. تاني تاني انا عارف ايه فيها لخبطه شويه. تمام انا عندي دلوقتي في سلندر ماشي الريديوس بتاعه ار والهايت بتاعه 2 اتش ده اي. في سلندر تاني الريديوس بتاعه 2 ار والهايت بتاعه اتش ده دبل اي. طيب قال لي الفوليوم بتاع السلندر الاولاني 45 باي هو عاوز يجيب الفوليوم بتاع السلندر الثاني. تمام هنعمل الرولز العاديه بتاع الفوليوم بتاع السلندر الثاني اللي هو ايه باي تمام الريديوس اللي هي 2 ار باور 2 ملتبلاي الهايت هيديني 2 سكوير تبقى 4 باي ار سكوير اتش. بعد كده هنعمل ايه يعني 4 باي ار سكوير اتش الفوليوم الاولاني يبقى لازم نجيب ده ان ترمز اوف الفوليوم 1 فوليوم 1. طب فوليوم 1 ديت عباره عن ايه؟ باي ار سكوير ملتبلاي 2 اتش ده 2 اتش ماشي فهتبقى باي ار سكوير ملتبلاي 2 اتش. طب ايه جبت منين 2؟ خليت ال 4 2 بره و 2 جوه 2 تايمز 2 تديني 4 فبقت ده الفوليوم الاولاني ده الفوليوم اي صح كده؟ اللي هو 45 باي يبقى 2 ملتبلاي 45 باي هيبقى 2 تايمز 45 تبقى 90 باي 90 باي يبقى الإجابة إيه؟ دي اللي هو عاوز إيه؟ الفوليوم بتاع السلندر إيه؟ دبل أي يبقى جبته إن ترمز أوف الفوليوم أوف سلندر أي. هل كده وصلت ولا لأ؟ يبقى إحنا جبنا الفوليوم أوف سلندر أي لما جبناها 4 باي أر سكوير إتش فخلينا المفروض باي أر سكوير من دي ملتبلاي 2 إتش. طب يبقى إيه؟ يبقى هعمل إيه؟ ال 4 هقسمها حاجتين 2 جوه و 2 بره 2 تايمز 2 تديني 4 ترجع زي ما هي. فهي باي ار سكوير 2 اتش باي ار سكوير 2 اتش ده الفوليوم اللي هي ايه بتاع فيجر 1 اللي هو تطلع 45 باي تايمز 2 تديني 90 باي. تمام يا جماعه ناخد اكزامبل تاني بيقول لي
هنا in the cylindrical tube shown above. تمام. The height of the tube is 30 and the circumference of the A base is 32. تمام. If the tube is cut along AB هقطعه حوالين الايه؟ الـ AB. تمام. And let out flat to make a rectangle. تمام. احنا قلنا لو بصيتها في ايه من الحاجه الجانبيه كده اللي هو ايه اللاترال اريا هتبقى ايه شكل ريكتانجل. تمام. اللي هو ايه عشان كده كنا بنقول اللاترال اريا فيه بتاعت السلندر اللي هو 2 باي ار ملتبلاي الهايت. ايوه اللاترال اريا 2 باي ار اتش مظبوط. طب والتوتال سيرفس اريا حد يفكرني؟ ايوه 2 باي ار اتش اللي هي اللاترال اريا بلس سيركل فوق وسيركل تحت الاريا بتاعتهم ايوه باي ار سكوير يبقى 2 باي ار سكوير. يبقى ايه؟ يبقى التوتال سيرفس اريا بتاع السلندر عباره عن ايه 2 باي ار اتش اللي هي اللاترال اريا 2 باي ار اتش وبعدين بلس 2 باي ار سكوير. برافو عليك. تمام. طب والفوليوم بالمره؟ باي ار سكوير تايمز اتش اللي هو الفوليوم بتاع السلندر باي ار سكوير اللي هي البيز اريا باي ار سكوير تايمز الاتش الهول هايت. تمام. نكمل بقى. المهم هنا اهوت بيقول لي ايه if the tube is cut along A AB. تمام. فايه فاداني الشكل خلاص كده اهوت ايه الاي بي دوت اهو ده الشكل الايه المفروض شكل ايه ريكتانجل. تمام. فايه المهم نشوف هو ايه اللي حدث تو ميك ريكتانجل. وات از ذا لينث اوف اي سي تو ذا نيرست هول نمبر. عاوز اجيب الاي سي. طب ما كده دلوقتي هنا ده عاوز اجيب الاي سي هو قايل لي الهايت تمام 30 وقال لي سيركمفرنس اوف ذا ايه بيز از 32 فالسيركمفرنس ده ها اللي هو ايه عباره عن ايه 2 باي ار تمام تايمز الهايت. هو قال لي 2 باي ار دي ايه بكام؟ ب 32 بس هو قال لي السيركمفرنس بتاع البيز بتاع الاثنين يعني هنا 32 تتقسم ايه حاجتين 16 16 تمام هنا 16 هنا 16 هو قال لي السيركمفرنس اوف ذا ايه ذا سيركولار بيز اللي هو ايه بتاعه كله لان ده ايه الهايت ب 30 والسيركمفرنس اوف ذا سيركولار بيز از ذا ده 16 وده 16 يبقى 32 تمام. هو عاوز يجيب اللينس اي سي بس كده خلاص بقى كده شكل ايه ماشي عندي كده ايه شكل ترانجل رايت اقدر اجيب الايه البايسجرال اللي هي اي سي عباره عن ايه راديكال ماشي اخد روت 30 باور 2 تمام بلس 16 باور 2 بس نحسبها بايه؟ بالكالكوليتر عشان يديني الاي سي بكام؟ هنقول هنا روت 30 سكوير 30 سكوير بلس 16 سكوير تديني ايه؟ 34 تمام كده يبقى اللينث اوف اي سي 34 34 يبقى الاجابه ايه؟ سي تمام كده يا جماعه؟ يبقى احنا كده الحمد لله اتكلمنا النهارده عن البارت الثاني من ايه من السيرفس اريا ماشي اند ايه فوليوم ماشي كان ايه موضوعنا النهارده اتكلمنا فيه عن سلندر اتكلمنا فيه عن السفير يا رب اكون وصلت المعلومه بشكل مبسط وفهمنا كويس البارت الثاني من سيرفس اريا اند فوليوم. ان شاء الله في بارت ثالث قريبا ان شاء الله انتظرونا برضه من السيرفس اريا اند ايه فوليوم. يعني ان شاء الله كل التوبكس اللي احنا ايه بنقولها دي مفيده يا جماعه عمال اقول دي مفيده لايه لاي اس تي 1 وفي نفس الوقت مفيده لاي اس تي 2 تمام. بالتوفيق ان شاء الله ويا ريت نركز كويس ونفهم كويس التوبك ديت عشان ايه اما يجي عليها اسئله تبقى ايه الدنيا ايه سهله وبسيطه. كان معاكم دكتور محمد ابو الصعود نلتقي قريبا ان شاء الله. مع السلامه.